يقولون وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب، عبارة أقل ما يمكن أن تقال في وصف قصتنا هذه، قصة سيدة عراقية تخلى عنها أولادها وأهلها المقربين منها، ولم يبقى لها أي أحد يعينها على مصاعب الحياة أو يقوم برعايتها في هذا السن. فمنذ قرابة 3 أشهر المرأة تتنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن مكان يأويها، طرقت الأبواب جميعها فلم يكن هناك أمامها باباً واحداً مفتوحاً، لا من قريب ولا من بعيد ولا من غريب، حتى لجأت إلى شاب وهو ناشط مدني في محافظة البصرة ليجد لها الحل. لنستمع ونشاهد بقية أحداث هذه القصة. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان انتباه، يعني إحنا مع شديد الأسف وصلنا لمرحلة قساوة القلوب رح تدبنا بنار جهنم. الله شاهد، انطرق الباب عليها هسه، طبت هاي الأم العراقية المصونة الشريفة المفروض نحطها على الراس ونكرمها ببيت معززة مكرمة. صار لها 3 أشهر بالشوارع، ما عندها مكان، ما عندها وطن بوطن، ما عندها ملجأ يؤويها مع شديد الأسف. تقول أهل الخير قالوا لي روح لولي يدك علاء العاشور وإن شاء الله ما يقصر. اجت لي المرة وقعدت وحكت لي الضيم والقهر اللي مار بي والاستغلال من بعض الجهات اللي مستقلينها مع شديد الأسف، والألم يعتصر قلبها. فرسالة إلى المجتمع العراقي، أنا إن شاء الله حليت قضيتها وإن شاء الله خابرت بالشرطة المجتمعية، والشرطة المجتمعية باكر واعدوني راح يخابر لي اللواء وراح نروح نقعد ويودونها لدار العجز. لكن رسالة إلى الشعب العراقي، والله العظيم كل ظالم سيظلم بما ظلم، والدائرة تدور، والله الذي لا يضيع عنده حق، هاي حقها ما يروح، وهاي دمعة الأم هسه اللي بعينها اللي تخلوا عنها أقرب الناس، لعنة الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة، تخلوا عنها أهلها وناسها لأن مريضة، وبهذا الوقت المريض يعوفونه بينما هذا المريض جنة، جن أم، الجنة تحت أقدامها، فما بالك جنة ومريضة. فهنيئا لمن غرس وهنيئا لمن داوى جراحاتها. أنا راح تكون بضيافتي وباكر ما أعوفها، دا ما أمن عليها الدار المسلمين. لكن هاي رسالة لكل شريف عراقي، يا أخوان هاي الظاهرة جاي تكثر عندنا، قساوة القلوب، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ترى والله وبالله وتالله سينزل الله جام غضبه علينا إن بقينا قاسين القلوب. ألا لعنة الله على القاسين وعلى الظالمين والفاسدين. المقطع هذا وما أن بث عبر منصات السوشيال ميديا حتى أثار تفاعل العراقيين وتعاطفهم، فكيف لأم عراقية بهذا العمر يتخلى عنها الأولاد فلذة الأكباد ويتركونها وحيدة هكذا دون مأوى ودون معين وهي مريضة في هذا السن؟ فأي قسوة تلك؟ وأين هي الغيرة والقيم الإنسانية؟ ولماذا وصل الحال بالبعض ليس الكل منا لأن يترك أمه أو أخته وحيدة دون ملجأ أو مأوى في ظل الظروف القاسية التي يمر بها البلد؟ دعونا نتعرف على بعض من ردود الأفعال التي وردت على هذه القصة، واخترنا لكم بعضا منها، والبداية مع تعليق على العاشور. يقول علاء: أم لا يريدها أهلها، إلى متى تعلمون أن الجنة لا يدخلها إلا من كان في قلبه رحمة؟ فوالله الذي لا تغفل عينه ولا تنام سيظلم كل ظالم بما ظلم، هاشتاج رحمتك يا الله. تعليق آخر من عزيز النياحي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شجاه الناس، أكو أحد يرمي أمه بالشارع؟ وينكم يا العشاير؟ وينكم يا أهل النخوة والغيرة؟ معقول هالبلاء صاير ببلدنا؟ والله ربنا ما راح يرحمنا، ما زال قلوبنا تحولت كالحجارة. تعليق من سارة علي: ليش أقلها ودوها دار المسنين يا ظلام، ولكم ليش تردون الله يرحمنا؟ هاي الأم الجنة تحت أقدام الأمهات، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء الأم ترموها بالشارع بعد ما كبرت
وتعبت وسهرت وضاقت المر والوجع، الله أكبر عليكم. تعليق من رغد الطائي، تقول رغد في تعليقها: أوه ينمرت قلبي عليها، الأم صارت تنذب مثل أي حاجة أو غرض ما تريدوها، بس الدنيا دين، حسبنا الله ونعم الوكيل، كما تدين تدان، وخلي تفيدك زوجتك أو ابنك بيومها، واذكروا راح يصير مصيركم بالشارع يا ناكري الأصل والمعروف، اللي ما يخاف الله كل شيء يسوي، وتريدون الله يرحمنا.